khair, Shaykh. رمى بعض الإخوة إخوانهم بتمييع ورمى طرف آخر الإخوة بشدة وغلو فما واجب علينا في هذا الحال وكيف الواجب علينا نعم الواجب علينا سلامك الله ألا نوافق من رمى إخوانه بالتمييع ولا نوافق من رمى إخوانه بالتشديد إنما علينا أن نسلك منهج السلف الصالح دون تمييع أو تشديد نعم جزاك الله خير شيخ. سؤال الأخير.